صباح الخير عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا الفيديو ديالي، غادي نبدا الفيديو ديال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. اش اخباركم؟ كلشي بخير الناس ديال المتتبعين ديالي الاوفياء، الله يخليكم ليا. كما شفتوا راني وريتكم زبده بلديه على الصباح وكيفاش كدير ليها خالتي ما شاء الله، شي حاجه اللي كتخرجها من يديها عسل اللي قاصها ما شاء الله، كتخرج شي حاجه اللي هي زويونه الله يعطيها الصحه صراحه. برعتنا اللبن، برعتنا زبده، برعتنا مسمنات على الصباح اختي. سميتو اش كيقول لها الحرشه، الشفنج، هما كيقولوا الشفنج تورو يا اختي بسبلونيا، انا تورو اول مره نسمع هذه السميه تورو يا اختي. المهم بحال سبليونيه، المهم انا كنقول لي الشفنج كبير والسفنج صغير، هذه هما. السلام عليكم البنات. لكن تورو المهم انتم عارفين منطقه الشمال اكثريه تورو كيهضروا بزاف، عندهم الاسومات بزاف اسبانيوليه، سمحوا لي عرفت عندي هذا المطعم بنجاح. دابا هي دايما ركبت سنان وعندها ولدي، شوفوا ولدي، شوفوا اختي رسطان، ها ولدي ها باغي غير يتحرك، غير تبدلوا عليه الاجواء، باغي غير يتمشى. لا ولدي هذاك تخوني لنا الحليب، اللبن باقي ما شربناه. ها جا وليدي، بيتي دليمي، بيتي ضمان، عطيته له ما بغاش، هو محمد. نهزك انتوما اختي ولدي، ها نهزك ميمي بوا، احنا نشربوا البينة، نشربوا البينة محلول. لا خدام الفيديو بعد ما قسمنا، كاين تشورو وكاين هذا، كاين الشفنج ديالنا المعروف المغربي وتشورو هنايا. وفاطمة كتقول لي الشفنج الكبير والشفنج الصغير اختي، المهم انا بلا ما بقى ندور. راه في واحد الصباح تخليت كلشي نعس، صباح عند طبيب السنان عندي هذا المطعم بالنجا ما كنفطرش بيه. المهم بدا لي اليوم الحمد لله عمر لي هادو، باقي لي هادو. المهم ان شاء الله دابا تكون بخير وعلى خير ان شاء الله. انا عطيت عند موت ان شاء الله يا ربي الله يشافيها. شني ولا دايره فيكم حاله هذا العام؟ شني ولا كاينه بزاف هنا البنات هذا العام المغرب تبارك الله وصل على باكثريه هنا في مارتين. ويلي 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 الناس كاينه. سميتو شوفوا ولدي باغي يحيد لي الطوينقه. ها شتي دابز مع باش يحيدها، جاتو عجب. ايوا صافي هانتوما كما كتشوفوا خالتي راه قادت لينا اللبينه. ايوا هذا هو الصباح ديالنا يا اختي، تنشوفوا العشيه ديالنا كيفاش غادي تكون وفين غادي نمشيو عاوتاني ان شاء الله ويكون خير. وحنا كنبارطاجيو معكم اي حاجه، والناس اللي كيتابعوني والناس اللي كيعرفوا فاطمه الطاطاويه راه غادي كيزيدوا يبغوها باي حاجه كديرها باش يشجعوها انها توصل. وشكرا للاخت لبنى وكاع اللي عزيز عليها، راه غادي يدخل عند اختي لبنى ويشجعها حتى هي. والله ربي يخليك حتى هي ضيافه اكثر مني والله العظيم، وكتقول اي واحد مرحبا بك وكل شيء. مرحبا بك على الراس والعين، اللي بغى يجي عندنا ويجي من طرف اختي فاطمه على الراس والعين، ربي يخليك الله يكبر بيك. واللي يجي من طرفي على الراس والعين مرحبا بك، احنا بجوج بينا مرحبا. الله يحفظك اختي، والصراحه الناس ديال هنا استقبلونا وهضروا معنا صراحه، وشحال من واحد جا عندي تال هنا وقال لي مرحبا بك، انت جيتي لبلادنا، مرحبا بك في تطوان، مرحبا بك في مارتيل. وشكرا لهم بزاف على الاستضافه ديالهم، والله يخليكم ليا. والناس كيتلاقاوني شكرا لكم، انا راه كنحماق عليكم وكما كتحماقوا عليا، والله يخليكم ليا يا ربي. يلا نخليكم هذا هو الزبده اللي خرجت فاش جينا ياكي. نهار جينا شوفوا ما شاء الله شحال الزبده خرجت، وهذه راه عيناها شي شويه. ايوا خاتي هذا الشيء زوين تقليدي، وهذا الشيء زوين عاود نعمل لكم اخرى ان شاء الله. ها خالتي المهم حنا نكملوا نشربوا هذا اللبن عاود نعملوا اخرى ان شاء الله. حنا المهم نتبرعوها بالبنات والزبيده يا خالتي الله يعطيك الخير، حاجه نقيه للدار، شي حاجه الدار الله يعطيها صحيحتها، كلشي كديروا بيديها.
ايوا الواليد الله يخليك لينا وطولك ربي في العمر. امين. ما هي فينا الصراحه يعني المهم الله يخليها له وطول ربي في العمر. امين يا رب اخواتي الله يحفظك. انت وما زبدها ما يعطيك صحيحتك. دابا صافي اختي غتكبي هذا انا داك البيضو دابا هذا البن صافي صافي دابا صافي الزبيده غنغسلوها من البن اييه وصافي وغادي نعملها مع اختها اييه مزيان اصلا من البن ياك ماما ضروري لا لا حيدي لا ولدي كريس هانتوما هانتوما مخرجتش هذه المره المهم تبارك الله خرجت ولكن الاولى تبارك الله خرجت بزاف مزيان ايوا كل نهار ورزقك كما كنقولوا على حسب البن البن يا حسب الحليب هي كنخرج دابا ميتر 3 لتر ديال الحليب كيخرجوا لي تقريبا 4.5 الزبده تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الحليب ديال البقره خالتي لا ديال البقره ياكي كتاخذوا العبار ايطر ولا الايطر غير كنديروا ايطر شحال 6 دراهم 120 بخير والبركه هذيك مزيانه هذا هو الزبده اللي خرجت فاش جينا ياكي نهار جينا شوفوا ما شاء الله شحال الزبده خرجت وهذه راه عيناها شي شويه ايوا خاتي هذا الشيء زوين تقليدي وهذا الشيء زوين عاود نعمل لكم اخرى ان شاء الله خالتي المهم حنا نكملوا من نشربوا هذا اللبن عاود نعمل له اخرى ان شاء الله حنا المهم نتبرعوها بالبنات والزبيده يا خالتي الله يعطيك الخير حاجه نقيه بصح الدار شي حاجه الدار الله يعطيها صحيحتها كلشي كديروا بيديها ايوا الواليد الله يخليك لينا وطولك ربي في العمر امين ما هي فينا الصراحه يعني المهم الله يخليها له وطول ربي في العمر امين يا رب اخواتي الله يحفظك انت وما زبدها الله يعطيك صحيحتك دابا صافي اختي غتكبي هذا انا داك البيضو دابا هذا البن صافي صافي دابا صافي الزبيده غنغسلوها من البن اييه وصافي وغادي نعملها مع اختها اييه مزيان اصلا من البن ياك ماما ضروري لا لا حيدي لا ولدي كريس ها انتوما انتوما مخرجتش هذه المره المهم تبارك الله خرجت ولكن الاولى تبارك الله خرجت بزاف مزيان ايوا كل نهار ورزقك كما كنقولوا على حسب البن البن ياك ماما حسب الحليب على حسب هي كنخرج دابا ميتر 3 لتر ديال الحليب كيخرجوا لي تقريبا 4.5 الزبده تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الحليب ديال البقره خالتي لا ديال البقره ياكي كتاخذوا العبار ايطر ولا الايطر غير ايطر شحال 6 دراهم 120 بخير والبركه هذيك مزيانه يا شوي واش صافي قالت لكم ماشي بزاف غير فتيوته على حسب الزبده اللي عندك لا عين بنادم عينه هي ميزانه غير فتيوته ماشي بحال الملح نعملوا بها الحريره ولا الطعام غير باش ناكلو كتبقى لذيذه بحال ديك الزبده ديال السبت هذيك توليبا كنعملها فتيوته د المليحه باش كتلذات كتبقى بنينه ما تكثروش باش ما تجيكمش مالحه يا شوي واش صافي فتيوته بين 70 ديالكم غير فتيوته كتخلطها مزيان وكتعمل هذا في الموطع ديالها كتجي بحال ملي كتمشي تاكله كتلقاها بحال السمن مزيونه فيها الطيبه يعني مزيان بصراحه لا كتجي زبيده بلديه غزال انا كنبقى غير بها مع خبيزه د الزرع هانتوما شوفوا كاينه بلا بوحدها بارك الله هاد العام نشبعوا فاطمه زبده بلديه متي هاني الصباح مع الخبز السخون ناري كي كتكون والله ومذوبه ماما حتى هي كتحمقها ولكن علاش ما كتشريهاش هي على حساب الناس ما كتعرفيش شنو المال هذه تاكليها بعينك مغمضه كتعرفيها مخرجاها واحد الام بيديها مصايباها بيديها والدار اما تزنقه كيبيعوا عليك مال الحوانت راه كتبان لك بحال اللي فيها كيديروا ليها الشحمه انا حاليا انا شريت الزبده من عند جباله اها شريت
ما نعرف نقول لك نص كيلو ولا كيلو ما كنتش عاقله. خالتي لقيتها مخلطنها بالبطاطا، بطاطا مشلوقه شتي كيسحبهم. بطاطا والشحمه، ما تطيحش ما تطيحش، كيذوبوا الشحمه وكيدوها معاها كيسحب لك واش زبده خالصه 100%. انا ماما كتعرفها الا كانت فيها الشحمه كتذوبها فوق البوطه وكتطلع الشحمه الفوق. كيخافوش الله ماشي اختي راه ما نعرفش يا ماما بطاطا. انا مشيت من الدار مشيت كنعاودها بالغسيل، كنعاودها بالغسيل باش كنعمل هذيك فتوت هذا الملاح، ولقيت ديك الطروفه اللي بقيت كنعمل لهم بحال هيدا بين الصبعين ديالي كنلقى البطاطا حشومه ساقينها في الماء مبزعناها 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 وكيعجنوها مع الزبده. الغش ما تيقشي ما تيقشي بالزبده في الزنقه ما تيقشي بها اي دابا اي حاجه اي حاجه بصح كلشي ديال الدار كلشي دابا كيخلطوا صايبي كلشي ديال الدار حسن. انت شنو كديري بالقهوه هادي كنجمعها كنعملها مع الغبار ديال الشراب الغبار اللي كنعملو من الحاضر الشراب طيب باش اش وكنخلطوها وكنعملوها المحاضر باش كيفخروا وكيخضروا وكيكبروا وكينيروا وكيرجعوا مزيونا ما شاء الله. اول مره هذه المعلومه تكون في راسي. كيتنفسوا بالقهوه هذه القهوه هي الغبار المحاضر سبحان الله. انتم اخوتي واحد المعلومه جديده اللي ما حطها حتى واحد واقيلا في اليوتيوب. هيا قالتها لكم خالتي انا غير شفتها قلت لها واش نخوي القهوه قالت لي لا القهوه اللي كنطيبو اللي كطيب فيها القهوه قالت لك لا قالت لك راني كنجمعها العصاره ما تخويوهاش في الزبد. هانتي شتي باش قالت لك كديروها المحابق باش كيفخاروك بحال هادو اللي عندها في المراه شتيهم تبارك الله كيولاو ها هما شتيهم ها نتوما قالت لك كتخلط الطرب مع القهوه باش كيعطيها شتي تبارك الله كيعطيهم الطاقه ديالهم تاهما. تبارك الله سبحان الله كيف ما كتشوفوا راه خاتي تبارك الله راه كل نهار كتجيبوا عندها معلومه جديده شي حاجه جديده سبحان الله شي حاجه اللي ما كنعرفوهاش راه كتلقاوها عندنا شت الشمال هنا. هادشي اللي كان دابا خلوبنا غادي دير لينا اللوبيا وغادي نوجدوا شي شحال من حاجه. المهم نشاركوا معكم النهار ديالنا كامل انا وياها كيفاش كيدوز واحد الروتين اللي هو خفيف ظريف ديال ولاد الشعب كما كنقولوا. اختكم هي هادي وفاطمه الا شفتوها راه ما كتبدل في هضرتها لا والو. الا كنت مريضه ولا كنت عيانه هضرتي كتكون هكا كما انا. علاش نبدل هضرتي ولا غادي نبدل هادي راه شوفوا الانسان كيفكر في شي حاجه اللي ما كايناش اللي ما كتدخلش للعقل. كنت دابا كنشوف شي تعاليق لا علاقه لهم بيا ولا بشخصيتي ولا بشي حاجه وبنادم غير كيدوي وما عرفت علاش هاد الشيء اللي كان. اما اللي كيعرفني مباشره راه كيعرفني فاطمه كون غادي نتبدل كون تبدل شحال هادي ولكن الحمد لله ما كيبدلنا لا سخ الدنيا لا والو. حنا كنضربوا الهيل الحمد لله. واحد الخطره غاتجي نموت اش غادي ندي ما غادي ندي والو خالتي لا رضات الوالدين وكيدي غير رضات الوالدين اللي كيدي معاه الاعمال الصالحه اللي داير معاه. ما هاد الشيء راه ما دايمش باش كون في راسكم. حنا الحمد لله ما كايلاش نتبدلوا على الناس ولا حنا متواضعين كيف ما كيتلاقاونا الناس راه كنبقاو معاهم عشان نتبدلوا. وهذا الشيء اللي كاين واش نقول لكم مازال في التعليق كتبوا لي شي اسئله اللي ما نقدش انا نجاوب فيهم لحقاش فاطمه كيف ما كتعرفوها انا ما كنقولش وما كنخويش قلبي واي حاجه كنبارطاجي باش نطلع البوز على ظهري ولا شي حاجه. عافاكم اخوتي ما بقيتوش تقولوا لي هادي ولا هادي. فاطمه الحمد لله كتعرفوها وكتعرفوا شنو كتسوى وكتعرفوها بان راه ما كتنساش الخير ديال اي واحد ولكن ملي كتكون شي امور اللي ما غاديش نقد انا ندوي عليها في قناتي ولا نقولها للناس بنادم يعرف شنو كاين. راكم ديجا عشتوا معايا من اول ديال الله العروسه حتى الاخر وكتعرفوا هاد الانسان شنو كتسوى وشنو كاينه وكتعرفوها ملي كتكون فرحانه راه كتبان فيها وملي كتكون غير مريضه وغير هادي راه كتبان فيها في وجهها. داكشي لاس اخوتي تنقول لكم انني انا اللي عارفه راسي شنو كندير وكنعرف راسي علاش درت شحال من امور وهادي بلال قال لي صوريني ها هو خويا اخر اخويا بلاصت امين وعادل عندي خويا بلال حتى هو. هذا الشيء اللي كاين اخوتي. المهم انا كنشارك معكم حياتي ونتمنوا ان فيديوهاتي يعجبكم ولا كانت شي حاجه ما عجبتكمش كتبوها لي في الكومنتير انا كنتقبل جميع التعاليق فما بغات تكون سلبيه او ايجابيه كنقول لكم شكرا الله يرحم الوالدين. يلا خليكم نتوما هي ما كتقليش ما تقلي لا بطاطا لا فلفل لا ايوا نتوما غادي نشارك معكم خاتي غادي دوج لينا الغدا وكما قلت لكم كلشي كديروا غير فرفران وكتشاركوا شي غير فرفران وهادي. المهم غادي نوري لكم شنو غادي توجد لينا الغدا ومن بعد نرجع معكم. ها هي خاتي كتوجد عاوتاني الفلفل لا عجبتني الطاقه
الطريقه. لا هي كلشي كديرو هكا في المقله، كدير هي كلشي في كدير كلشي في المقله هي، وكتوجد كلشي. هادشي زويون كلشي طبيعي، هي اللي عزيز عليها كلشي طبيعي كديرو، كتدخلو في الفران وكتعطيك تاكل. دابا حنا لا غادي نتغداو، وجد الغدا وكلشي واجب، هو هذاك درتي الفيفله ديال الفران، اللوبيه اللوبيه يا اختي، الشلاضه، الفيفله المناسبه الرسميه اختي، واه الفيفله المهم اختي الفيفله ما تخطاهاش في الطبله. انا كنا نقول الفيفله ها نتوما اشتي راكم حنا، شوف اختي الطبيبه ديالنا كي دايره، المهم نبارطاجي معكم هذا، دوزنا النهار كي بحال هكدا، الله يعطي الصحه لخالتي ولوبنا تبارك الله، وجدوا كلشي. المهم انا غنصور لكم وتشوفوا الغدا كي داز، وصافي هذا هو نهارنا كيف ما دوز. ايوا هانتوما كيف ما كتشوفوا تغدينا وخرجنا، داتني لبنى لهاد البلاصه هادي لواحد الريستورو رائع صراحه، وقالت لي اجي نديك ليها، ودخلنا لها صراحه، الناس محترمين كلشي محترم هنا كما كتشوفوا البلاصه. وهانتوما كيف جاكم الشكل ديالي، المهم هذا مندوق ديالها، نتمنى انكم تقولي لي كي جاكم هاد الستيل هذا، واش هاد اللبسه جاتكم تناسق هاد الخطره هادي ولا لا. ايوا هانتوما صافي هذا هو نهاية ديال الفيديو ديالنا صراحة، نتمنى انه يعجبكم وتقولها في الكومنتير شي حاجة اللي هي زوينة، انا كنتيق فيكم وكنحماق عليكم سواء كانت ايجابية او سلبية، انا راني كنبغيكم وكندير بكلامكم طبيعة الحال، راكم حتى نتوما عائلتي التانية، والله يخليكم ليا يا ربي. شكرا للناس اللي التحقوا بقناتي، الناس جدود شكرا لكم بزاف، راه كنقرا في الكومنتيرات ديالكم، الله يخليكم ليا يا ربي. ونقول لكم اخوتي فيديو جاي ان شاء الله مع فاطمة التطاوية.